انقطعت انتخابات آنذاك. أول من أخذ المداخلة هو الرفيق سعيد إتيتر، ودار واحد المداخلة تقريبا واحد ربع ساعة كيشرح الموقف ديالو من المشاركة أو عدم المشاركة آنذاك الانتخابات، وكان الموقف ديالو أنه يشاركوا في الانتخابات في 2011. مع ذلك أن المجلس الوطني تم التصويت على قرار عدم المشاركة في الانتخابات، وأنا كنت آنذاك لأن بن سعيد هو الرمز ديال الحيث، نقول غادي يتقلق غادي يطلع للزعاف ويمشي، وكيفاش المناضلات والمناضلين كيتجاوبوا معاه وكيناقشوه. وأنا كنتذكر رفيق حميد زلمط من آنذاك في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، اللي نفس المسألة كان هو مع دستور أو لا حيانا، يعني دار واحد المداخلة في الأخير حيا الجميع على الروح النضالية على الدخول، وقالنا بالحرف أن الأصل ديالنا هو المشاركة في الانتخابات، ولكن يجب هذا الموقف أنكم تصرفوه. واش قادين أنكم تصرفوه في الشارع؟ واش قادين أنكم يعني تصريف ديال هذا الموقف حقيقي؟ ولكن اللي كيثيرني هو التصرف ديالو والعلاقات مع الرفاق. يعني ما تقلق، يعني ما زعف وما اضطرش علي آنذاك، ومشى وانسحب وجانا عاوتان في المجلس الوطني آخر. اللقاء الآخر هو لقاء ديال أول اجتماع ديال المكتب السياسي اللي كنت عضو فيه، وهو اللي دار الكلمة الافتتاحية والكلمة التوجيهية، واللي ركز على نقطة أساسية وجوهرية هو ربط الأخلاق بالسياسة. مازال كنتذكر الكلمات ديالو ديك النبرة، لأن كان صافي بدا شوية مرحوب، كان عيان وكان ولكن أصر على الحضور ديال أول اجتماع ديالنا ديال المكتب السياسي، ومازال الكلمات ندونهم، باقي عندي لاجندا في المنزل ديالي كامل ديك الكلمات مازال ندونها، لأن رجل بطبيعة الحال أعطانا توجيهات مهمة وجوهرية. آخر لقاء اللي كان عندنا معاه هو في الانتخابات الأخيرة، اللي كنا بواحد الزيارة، كان بعض أعضاء ديال المكتب السياسي اللي قاموا بواحد الزيارة، واللي تم قررنا كحزب المشاركة باسم الشراكي الموحد آخر انتخابات. هو في البداية كان ضد هذا القرار ديال المشاركة كحزب الشراكي الموحد، ولكن في النقاش ديالو معنا، في النقاش ديالو مع أعضاء ديال المكتب السياسي، ديما عندو داك الطريقة ديال الإنصاف، كينصت للجميع، وتم يعني وسمع لهذا وسمع للآخر، سمع جميع التيارات، وعاد بلور الموقف ديالو وبقى مناضل في الحزب الشراكي الموحد. إذا كما سمعنا اللي عايشوه في واحد المرحلة، حتى حنا واخا ما عايشناش، ولكن تلاقينا به يعني مناضل على زعماء حقيقي، واللي قل المناضلين ديال الزعماء السياسيين، لان لحد الساعه مازال ما سمعت شي واحد قال في حق رفيق بن سعيد إتيتر، حتى دوك يعني في الاجتماعات في اللقاءات، انه دار شي تصرفات، دار شي تصرفات اللي رغم اننا كان زعما كانوا مجموعه لا في منظمه العمل الديمقراطي الشعبي، لا حتى في التجمع ديال اليسار، لا في التجميع ديال اليسار، ولكن حدود الساعه لم اسمع ولو شهاده واحده انني سمعت ان قالوا سي بن سعيد تقلق في واحد الاجتماع او لا طلع له الزعاب او لا قال شي كلمه في حق شي واحد اللي ناصر. ان مزيان حنا كمجموعه ديال الشابات والشباب ديال اليسار اننا افتقدنا هذه الزعماء
افتقدنا الطينه ديال هاد الزعماء السياسيين الحقيقيين، ولكن كنتمنوا صراحه ان التاريخ ديالو يكتب او لا يدار عليه مجموعه ديال البرامج. ومستقبلا حنا كاعضاء في الجماعه ديال تويجده غادي نترافعوا على ان يكون شارع كبير يتسمى بالاسم ديال محمد بن سعيد ايتي الدر. وشكرا.